من الفيديو ده. اتفضل سعادتك. انا مش هصور معاك. انت ما معكش اصلا لك الحق انك انت تدخل معايا. الحق طبعا. بعت الامن اللي انت هتجيب. ايوه باشا اتفضل. ادي الامن يا رب. مش كده اهالينا يقفوا في الشارع ما نعرفهمش ويقول لك ما بيشوفوش على. طب في عيادات بره. لا احنا بنقول عليهم. لا انا عاوز اضرب على اهالينا ببلاش. انما عشان الدكتور ده من ياخد مرتبه كلها بيجيب الفلوس عشان في ناس موجهه على اهالينا وفي عيادات يروح يشتغل بره عشان ياخد فلوس. لا احنا هنشتغل. انت اللي هتشتغل عشان خاطر هنشتغل عيادات. مفيش مشاكل. هنضرب في وشك الصندوق دلوقتي. اضرب. بقول لك ايه دلوقتي. اضرب. احنا بنشحن عشان الصندوق. قول ايه دول ايه هو اللي هيعمل صندوق الجنيه ده. هو ده بتاع الصندوق. لا يا حبيبي يمشي الجنيه ده المجال. العيال شغال يكشف فين؟ بره في الاستقبال ببلاش. بره في العادات الخاصه يكشف في الاستقبال ببلاش. لا لا مش ماشيين في الاستقبال. يعني حضرتك كسر الاضراب عيني يا اشي العيادات. استقبال مكان اشي العيادات. احنا حرين. انت عايز تشتغل دي احتياجك. في ناس لما الاضراب حصل عليهم الكليه بتسحب مش الكليه. في ناس ده الاضراب. انا عايز اوصلكم بس. لا بس ده قرار معاهم. هي ملزم الاضراب براحتك. عايز تعالج الناس عليك يا رجاله.